أي طبعاً مع احترامنا جداً للأوامر الإلهية، طبعاً إبراهيم عليه السلام، وما أدراكم ما إبراهيم، نبي ورسول، يأتيه أمر إلهي يناقش ابنه الطفل في الأمر الإلهي، لم يقل له اخرس، هذا أمر إلهي، اخرس أنت طفل، أنت لا تفهم، أنت بتفهم. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، يعني عمره 4-5 سنوات، بدأ يمشي معه يعني دون سن البلوغ، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سورة الصافات 102. ما قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، تعال سوف أذبحك، هذا أمر إلهي، اخرس، لا تتكلم، لا تنطق ولا بكلمة. قال له: فانظر ماذا ترى، ما هو رأيك بالموضوع، هل توافق أم تعارض، بكل معنى الكلمة. والله سبحانه وتعالى ثبت لنا هذا الحوار بنص قرآني واضح، والله سبحانه وتعالى لم يستنكر هذا التصرف عن إبراهيم عليه السلام. ونلاحظ أن إبراهيم ماذا قال؟ إني أرى في المنام، أرى يعني بشكل متكرر وملح، ورؤيا الأنبياء حق، طبعا رأيت لمرة واحدة فقط. الدليل على ذلك أرى تكون بشكل دائما متكرر، بينما رأيت لمرة واحدة فقط. وقلنا الدليل حسب سورة يوسف الآية 4: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. ما قال له إني أرى، لكن إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام، يعني قرار، خلاص قضي الأمر. مع ذلك أخذ رأيه، هل توافق أم تعارض. أرأينا كيف يجب معاملة الأطفال حتى في القرارات والأوامر الإلهية، وهذا موضوع هام جدا حسب الفقرة التالية. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، لكن أمر بعد سن البلوغ. مع كل الأسف يروجون حديث ويطبقونه عمليا على الأطفال الصغار بعملية الضرب للصلاة قبل سن البلوغ، مع أنه من أحاديث الآحاد. وما أدراكم ما أحاديث الآحاد؟ ضرب الأطفال على الصلاة هل يجوز دون سن البلوغ؟ ضرب حتى كي الطفل يكره الصلاة، يكره الدين عندما تضربه على الصلاة. طبعا حديث عمرو بن شعيب: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين دون سن البلوغ، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. هذا الكلام كارثي، هذا الكلام يكفر كلام الله. طبعا إن هذا لشيء عجيب. سورة هود الآية 72: لا يجوز ضرب الطفل لا على الصلاة ولا على غير الصلاة. وذكرنا لكم حاليا أمر إلهي لإبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ولا أحد من السلفيين يقول إلى الطفل: تعال صلي معي لكن فانظر ماذا ترى. يضربه عليها وهو عمره 7 سنوات أو 10 سنوات دون سن البلوغ. أرأيتم كيف يكذبون كلام الله؟ طيب تعالوا إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الأسوة الحسنة. أتحدى الجميع وإلى قيام الساعة أن يعطونا حديث أو حادثة الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب طفلا أو أمر بضرب طفل، ما عدا هذا الحديث الغير صحيح، لأنه يتعارض مع سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعارض مع الأسوة الحسنة عند إبراهيم. طبعا الرسول الكريم أيضا الأسوة الحسنة الثانية. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تعالوا لنرى كيف تصرف صلى الله عليه وسلم أسوتنا الحسنة مع الأطفال. الحسن والحسين رضي الله عنهما ريحانتا أهل الجنة، حينما كان صلى الله عليه وسلم في السجود
يركبان على كتفيه الشريفين، لا يرفع رأسه بالسجود حتى ينزلا. وأمهما فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ريحانة أهل الجنة، لم تقل لهم عيب يا أولاد انزلوا عن أكتاف جدكم، يبتسم ويبقى في السجود حتى ينزلا حسب رغبتهما. لم يضربهما عيب أنا رسول الله وأصلي، يعني تجلسون على أكتافي أثناء السجود. هذا الخلق العظيم، هل هذا السلوك يؤيد كلامكم اضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين؟ فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فدخلت في المسجد الشريف تحبو، قطع خطبة الجمعة وهو رسول كريم، وذهب لباب المسجد حملها بيده الشريفة وتابع الخطبة، لم يقل إلى أمها كيف تتركين هذه الطفلة تأتي للمسجد، الطفل يجب أن يأخذ راحته الكاملة. فهل ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم طفلا للصلاة أو لغير ذلك؟ اتقوا الله في الأطفال واتقوا الله في رسوله الكريم. طبعا الطفل حينما تضربه على الصلاة وهو ابن 10 سنين، داخله سيكره الرسول ويكره الدين ويكره الله ويكره الصلاة، أنه عم تضربه. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. انظروا حاليا على اليوتيوب كلهم يروجون لهذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. طبعا مع كل الأسف سأذكر لكم حادثة شاهدتها بعيني أو عشتها لفترة 6 أشهر قبل دخولي المدرسة. وضعني والدي الشيخ محمد ابن بهاء كيالي، طبعا والدي أيضا رجل دين وجدي رجل دين، يعني أنا لست متطفل على الدين، ونحن لحد الآن في القرية اسمنا بيت الشيخ بهاء. وضعني في الكتاب لكي نتعلم قراءة القرآن الكريم، لا عند الشيخ يوسف طبعا رحمه الله. يشهد الله شاهدت أمور حاليا، يعني في الطفولة، حاليا أنظر ما الذي كان يجري. أيها الأحباء، أيها الأكارم، أيها العاقلون، كنا في قرية، معظم زملائي أولاد صغار 5 سنين و6 سنين، آباؤهم غير قادرين على قراءة حرف، يعني غير متعلمين. يأتي الشيخ يوسف وبيده الكرباج طبعا يعلمنا القرآن في الكرباج.